مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 106 من الدرس 21 الأعداد العشرية الجمع والطرح لي نومبر اديسيون اي سوستراكسيون اكتشف واتمرن اولا اشترت الام من السوق 3.750 كيلوغرام من اللحم و5.750 كيلوغرام من الدقيق وواحد فاصلة خمسة كيلوغرام من الطماطم وصير فاصلة مئتان وخمسون كيلوغرام من الزبدة أحسب ما حملته عند عودتها إلى المنزل بالكيلوغرام اذا هذو هما المشتريات اللي شرات الأم اللي شرات اللحم الدقيق الطماطم والزبدة فغادي نحسبو شحال هزات من اللي رجعت للمنزل اذا هذوك المشتريات اللي شرات هما اللي هزات فبالتالي غادي نديرو الجمع ديال المشتريات إذا لاحظوا معي كيفاش كنجمعو الأعداد العشرية فتلاتة فاصلة سبعمئة وخمسون للتذكير فقط تلاتة فاصلة وخمسون فهو عدد عشري كيتكون من جزئين هذا الجزء الصحيح الجزء الصحيح وهذا الجزء العشري الجزء العشري وبناتهم الفاصلة فالجزء الصحيح هو اللي كي تكون من الوحدات والعشرات والمئات إلى غير ذلك وحدات الألاف عشرات الألاف إلى غير ذلك أما الجزء العشري تكون من الأعشار الأعشار أجزاء المئة أجزاء الألف فحنا ملي كنبغيو نديرو العملية ديال الجمع ولا ديال الطرح فكنردو البال كنجيبو الفاصلة تحت الفاصلة وكنجزو العملية وما نساوش نوضع الفاصلة إذا نبداو بالسؤال الأول غادي نحسبو ما حملته الأم عند عودتها إلى المنزل فهي شرات ثلاثة فاصلة سبعمية وخمسين كيلوغرام من اللحم هذا هو اللحم كتلة ديال اللحم خمسة فاصلة سبعمائة وخمسون من الدقيق شنو قلنا الفاصلة تحت الفاصلة هاي الوحدات تحت الوحدات الأعشار تحت الأعشار أجزاء المئة تحت أجزاء المئة أجزاء الألف تحت أجزاء الألف هذا الدقيق وكيلوغرام ونصف يعني واحد فاصلة خمسة من الطماطم الفاصلة تحت الفاصلة وكنرتبوا الأرقام الأخرى فكتجي الوحدات تحت الوحدات والاعشار تحت الاعشار يعني واحد فاصلة خمسة هنا هي الطماطم وصفر فاصلة مئتان وخمسون كيلوغرام من الزبدة نديرو صفر الفاصلة تحت الفاصلة كتبو هنا ميتين وخمسين هذه الزبدة هادو هما المشتريات ديال الأم غادي نشوفو الكتلة ديالهم غادي نجزو العملية عملية الجمع صفر زائد صفر زائد صفر صفر خمسة زائد خمسة زائد خ... خمسة ثلاثة ديال الخطرات اللي اخترت لي خمسة في تلاتة خمسة عشر كتبو خمسة بواحد سبعة زائد سبعة أربعة عشر خمسة عشر عشرون اثنان وعشرون كتبو اثنان واحتفظو باثنان ومنساوش نوضعو الفاصلة هاهي تلاتة خمسة عشرة إحدى عشر إذا

11.250 كيلوغرام وما حملته الأم عند عودتها إلى المنزل ثانيا يحتوي خزان شاحنة لتوزيع الوقود على 950 هكتولتر هذا الخزان هذا يحتوي على 950 هكتولتر وزعت منها الطلبات التالية 88.5 هكتولتر فهاد الشاحنة فوزعات مشات لشي ستاسيون وزعات تمنية وتمانين فاصلة خمسة تم عاوتاني كملات أربعة عشر ألف وستة وسبعون لتر ثم سبعة ألاف وعشرون ديكاليتر هل يمكن تسليم طلب آخر من مئة وعشرة هكتوليتر من هذه الحمولة ولماذا؟ فكيخصنا نحسب أولاً شحال التوزع ديال الطلبات فتوزعات 88.5 وثمانين فاصلة خمسة لتر توزعات أربعة لتر اللي كيخصنا نحولوها للهكتو لتر تلاحظو غادي نكتبوها في الجدول أربعة عشر ألف لتر بعد ما رسمنا الجدول الهكتو لتر الديكا لتر اللتر الديسي لتر لتر الميلي لتر غادي نجيو غادي نحطو أربعة لتر إذا 6 في اللتر سبعة صفر أربعة عشر غيجي خارج الجدول أربعة عشر ألف وستة وسبعون لتر غادي نحولوها للهكتوليتر اللي هي مئة وأربعون ستة وسبعون إذا مية واربعين ستة هكتوليتر. سبعة ألف وعشرون صفر في الديكاليتر جوج في الهكتوليتر صفر مع السبعة خارج الجدول اللي هي سبعمائة هكتوليتر إذا سبعمية واثنان هكتوليتر فاصلة صفر يعني سبعمية واثنان دابا غادي نحسبو المجموع ديال الطلبات اللي توزعو توزعات كما قلنا تمنية وثمانين فاصلة خمسة هكتوليتر وتوزعات أيضا مية وأربعين فاصلة ستة وسبعين الفاصلة تحت الفاصلة ونرتبو الأرقام الأخرى مية وأربعين فاصلة ستة وسبعون بهاد الطريقة وتوزعت أيضا سبعمئة واثنان هكتوليتر إذن صفر اثنان هنا صفر سبعة سبعمئة قلنا فاصلة صفر ممكن نضيفو الأصفار فاصلة صفر الصفر ونحسبو المجموع 6 ستة سبعة زائد خمسة اثنا عشر بواحد بواحد منساوش الفاصلة ثمانية تسعة إحدى عشر بواحد تسعة ثلاثة عشر نحتفظ بواحد سبعة ثمانية تسعة تسعمائة وواحد وثلاثون فاصلة ستة وعشرون هكتوليتر هي الكمية ديال البنزين اللي توزعت هل يمكن تسليم طلب آخر من مئة وعشرة هكتوليتر من هذه الحمولة ولماذا إذا فلاحظوا الخزان ديال الشاحنة كيحتوي على تسعمية وخمسين هكتوليتر توزعت منها

فاصلة صفر صفر ستة اثنان الفاصلة كما قلت نرد معها البن ما واحد اربعة عشرة إذاً الف وواحد واربعون فاصلة ستة وعشرون الى ضفنا مية وعشرة هكتوليتر فكاللحظة تجاوزنا تجاوزنا داكشي اللي كيحتويه الخزان ديال هاد الشاحنة فالخزان فقط يحتوي على تسعمية ام اللي ضفنا 110 هكتوليتر فالشاحنه غادي تكون وزعات 1041.26 وهذا ما يمكنش لانها فقط هزت 950 هكتوليتر من البنزين فبالتالي لا يمكن تسليم طلب اخر من 110 هكتوليتر من هذه الحموله لماذا لان الى سلمات 110 فما يمكنش فكيخص تكون تكون عندها في الخزان ألف و واحد و ربعين فاصلة ستة و عشرين هكتوليتر باش تسلم مية و عشرة هكتوليتر إذا قلنا لا يمكن لماذا؟ لأن ثمانية و ثمانون فاصلة خمسة هكتوليتر زائد مئة وأربعون أربعون فاصلة ستة و سبعون زائد سبعمائة واثنان دائما هكتوليتر زائد مئة وعشرة هكتوليتر كيساوي ألف وواحد وأربعون فاصلة ستة وعشرون اللي هو أكبر من تسعمائة وخمسون هكتوليتر اللي هو الكمية ديال الوقود اللي كتهزو هاد الشاحنة هادي تبتلي عندها تسعمية وخمسين هكتو لتر اللي غيتوزع الى ضافت مية وعشرة فغادي نصدقو في الف وواحد وربعين فاصلة ستة وعشرين والشاحنة فقط في الخزان ديالها تسعمية وخمسين اذا لا يمكن نمر الى التمرين التالي اضع واحسب ما يلي على ورقة مستقلة اذا تبعوا معايا فغادي نجزو مثال الميتال ولا مثالين ثم ما تبقى من الأمثلة غادي بنفس الطريقة نبداو بثمانية فاصلة اثنان زائد أربعة فاصلة ثمانية فلاحظوا ثمانية فاصلة اثنان زائد أربعة فاصلة ثمانية كنديرو أولا الفاصلة تحت الفاصلة الوحدة تحت الوحدات والأعشار تحت الأعشار وكنجزو العملية بطريقة عادية بنفس الطريقة اللي كنا كنعرفوها اثنان زائد ثمانية عشرة كتبوا صفر حتفيضوا بواحد نوضع الفاصلة ثمانية زائد واحد تسعة زائد ثلاثة أو زائد أربعة ثلاثة عشر إذا تسعة زائد أربعة ثلاثة عشر ثم خمسة عشر فاصلة خمسة زائد خمسة فاصلة ستة كنوضعوا الفاصلة تحت الفاصلة ونرتب الأرقام الأخرى خمسة فاصلة ستة خمسة زائد ستة إحدى عشر كتب واحد واحتفظوا بواحد خمسة زائد خمسة عشر أو الواحد عشر ما ننسوش الفاصلة والاحتفاظ اللي هو واحد زائد واحد إثنان إذن واحد وعشرون فاصلة واحد تسعة زائد ثلاثة فاصلة أربعة فتسعة ممكن نكتبها على شكل تسعة فاصلة صفر زائد ثلاثة فاصلة أربعة صفر زائد أربعة أربعة تسعة زائد ثلاثة إثنى عشر إذن فاصلة أربعة اثنا عشر فاصلة أربعة أربعة عشر ناقص خمسة فاصلة ثلاثة عشر أربعة عشر إذا ممكن نديرو فاصلة صفر صفر ناقص خمسة فاصلة ثلاثة عشر إذا صفر ناقص ثلاثة لا يمكن نسلفو عشرة ونردو سلف عشرة ناقص ثلاثة سبعة ثم صفر ناقص اثنان لا يمكن سلفه عشرة ورد سلف عشرة ناقص اثنان ثمانية نوضع الفاصلة أربعة ناقص ستة لا يمكن سلف عشرة ورد سلف أربعة عشر ناقص ستة ثمانية وواحد ناقص واحد صفر إذا ما تبقى من الأمثلة حبسوا الفيديو وغادي تنجزوهم بعد ذلك رجعوا شوفوا التصحيح سبعة عشر ناقص ثلاثة عشر صفر خمسة فسبعة عشر عدد صحيح باش غادي نردو عدد عشري يعني غادي سبعة عشر فصلة صفر صفر سبعة عشر فاصلة صفر صفر ناقص ثلاثة عشر فاصلة صفر خمسة صفر ناقص خمسة لا يمكن استلفوا عشرة رد السلف عشرة ناقص خمسة خمسة صفر ناقص واحد لا يمكن استلفوا عشرة رد السلف عشرة ناقص واحد تسعة سبعة ناقص أربعة ثلاثة وواحد ناقص واحد يساوي صفر إذن ثلاثة فاصلة خمسة وتسعون ثم مئتان وثلاثة عشر فاصلة أربعة وخمسون فاصلة أربعة وخمسون زائد ستة فاصلة خمسة وأربعون نضع الفاصلة تحت الفاصلة إذن ستة فاصلة خمسة وأربعون أنجز العملية مرة أخرى بنفس التقنية أربعة زائد خمسة تسعة خمسة زائد أربعة تسعة ثلاثة زائد ستة كذلك تسعة واحد زائد لا شيء واحد واثنان إذن مئتان وتسعة عشر فاصلة تسعة وتسعون ثم ثلاثة مئة وواحد وخمسون فاصلة ستة وستون ناقص الفاصلة تحت الفاصلة ثلاثة وعشرون فاصلة سبعة عشر ستة ناقص سبعة لا يمكن سلف عشرة ورد السلة ستة عشر ناقص سبعة تسعة ستة ناقص اثنان أربعة الفاصلة تحت الفاصلة واحد ناقص ثلاثة يمكن سلف عشرة ورد السلف إحدى عشر ناقص ثلاثة ثمانية وخمسة ناقص ثلاثة اثنان وثلاثة ناقص لا شيء ثلاثة ثم العملية الموالية سبعمائة وتسعة وثمانون فاصلة مئة وخمسة وأربعون زائد الفاصلة تحت الفاصلة صفر فاصلة ثلاثة واثنا عشر إذن خمسة زائد اثنان سبعة وأربعة زائد واحد خمسة واحد زائد ثلاثة أربعة فاصلة تحت الفاصلة تسعة زائد لا شيء تسعة ثمانية سبعة إذا المجموع هو سبعمائة وتسعة وثمانون فاصلة أربعمائة وسبعة وخمس وبنفس الطريقة ننجز العملية الأخرى إذن ألف و وستة عشر فاصلة ثلاثة وعشرون ناقص فكان وضع أول الفاصلة تحت الفاصلة وكان رتبوا الأرقام الأخرى صفر فاصلة صفر صفر اثنان وأربعون فهنا كنلاحظوا ما كاين والو ممكن, ممكن نضيفه الصفرين العمليه صفر ناقص 2 يمكن سالب 10 ناقص 2 8 صفر ناقص خمسة يمكن عشرة أردو 10 عشرة ناقص خمسة خمسة ثلاثة ناقص واحد اثنان اثنان ناقص لا شيء اثنان فاصلة ستة ناقص صفر ستة واحد ناقص لا شيء واحد خمسة ناقص لا شيء خمسة واحد ناقص لا شيء واحد إذا الفرق هو ألف وخمس وستة عشر ألفان ومئتان وثمانية وخمسون نمر إلى معارف وقواعد فلحساب مجموع عددين عشريين نضعهما بالشكل العمودي ثم نرتب الفاصلتين واحدة تحت الأخرى قلنا كنوضع الفاصلة تحت الفاصلة نجمع كما لو كان العددان صحيحين ثم كنحسب بحال نحسبه مجموع عددين صحيحين ثم نضع الفاصلة في المجموع تحت الفاصلتين ومنساوش وضع الفاصلة تحت الفاصله فنفس الشيء كنديروه في حساب فرق عددين فكنوضع الفاصله تحت الفاصله وكنحسبوا الفرق بعد ذلك ما كان وضع الفاصله الجمع لاديسيون الطرح سوستراكسيون الفرق لاديفيغونس المجموع لا وبهذا ننهي تمارين صفحه 106 نلتقي في الصفحه 107 اوغفو